بدأ جموع ضيوف الرحمن منذ فجر الجمعة اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء مناسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة، ومن ثم نحر الهدي اقتداء بسنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الحلق أو التقصير، يليه التوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. وشهدت حركة حجاج بيت الله الحرام انسيابية في التنقل من مواقع إقامتهم في منى وفق خطة التفويج المعدة لذلك. بعد ذلك يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم ليبيتون أيام التشريق في منى، يذكرون الله كثيرا ويشكرونه أن من عليهم بالحج، ويكملون رمي الجمرات الثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى. ويجوز للمتعجلين أن يكتفوا برمي الجمرات ليومين فقط، بعدها يقوم الحاج بطواف الوداع ليبدأ رحلة العودة إلى وطنه. وللمزيد من التفاصيل إذن ينضم إلينا موفى التلفزيون دولة الكويت محمد العجمي. محمد، بداية أطلعنا على أوضاع الحج لهذا اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك. بداية كل عام أنتم بخير، وأرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين والحكومة الموقرة والشعب الكويتي الكريم، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. لله الحمد والمنة، حجاج دولة الكويت قاموا بأداء مناسك الحج بداية بالركن الأعظم من يوم التروية، ثم الركن الأعظم والوقوف في عرفات، ومن ثم النفرة إلى مزدلفة. كانت الأمور لله الحمد ميسرة وانسيابية، والخطة التي وضعت لتصعيد الحجاج ومن ثم النفرة إلى مزدلفة ومن ثم إلى رمي الجمرات جمرة العقبة الكبرى، كانت الأمور ولله الحمد ميسرة، والطاقم الصحي وأيضا طاقم وزارة الأوقاف وجميع مؤسسات وهيئات الدولة المعنية في بعثة الحج الكويتية كانت على أهبة الاستعداد. ولله الحمد يعني جميع حجاج دولة الكويت كانوا بخير وصحة وعافية وأدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة. الآن معنا منور ضيف كريم أيضا هو معني بشؤون الحج في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكان من الموجودين على وضع خطة التصعيد ومن ثم النفرة إلى مزدلفة ومن ثم تفويج الحجاج إلى رمي العقبة الكبرى. أيضا هم مهتمين بهذه الأمور. وبداية قبل أن نلتقي بالضيف، كنا قد مررنا على العيادات الطبية في بعثة الحج الكويتية وتأكدنا من الحالات التي تم تسجيلها في هذه العيادات الطبية. لله الحمد جميع الحالات كانت يعني بسيطة جدا، ارتفاع في الضغط، سكر، إجهاد، إنفلونزا خفيفة، لم تسجل أي حالات خطيرة استدعت مثلا طلب الإسعاف والنقل إلى المستشفى. ولله الحمد الجميع بخير وصحة وعافية ولله الحمد، ونقول لهم جميعا تقبل الله طاعتهم وحج مبرور. معنا الآن السيد محمد ناصر العليم، نائب رئيس بعثة الحج في بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة. بداية تقبل الله طاعتك أستاذ محمد وحج مبرور إن شاء الله. أطلعنا على آخر أحوال حجاج دولة الكويت حتى هذه الساعة. بحمد الله اليوم حجاجنا قضوا أهم المناسك، يوم التروية ويوم عرفات والمبيت في مزدلفة وأعمال يوم الحج بكل سهولة ويسر. بحمد الله عز وجل حجاجنا جميعهم الآن وحتى هذه اللحظة لم تسجل أي حالة أو أي ملاحظة على حجاج دولة الكويت، وإنما أدوا مناسكهم على الوجه الأكمل بحمد الله عز وجل. تم وضع الخطة لموسم حج هذا العام منذ فترة طويلة، وبالتعاون مع وزارات الدولة جميعها، الكل يريد يخدم ضيف الرحمن، والكل يريد أن يؤدي هذا الحاج مناسكه على الوجه الأكمل. بحمد الله عز وجل اليوم الآن قضى الحجاج أغلب المناسك
واليوم بإذن الله عز وجل بعد قليل سيتوي الحجاج إلى منى، وتم تجهيز مخيم منى بأحدث الوسائل وتوفير جميع الخدمات والإمكانات لحجاجنا ليتفرغوا لأداء حجهم على أكمل وجه. بحمد الله عز وجل اليوم جميع أعضاء بعثة الحج الكويتية وجميع فرقها على أهبة الاستعداد وفي الميدان يخدمون حجاج دولة الكويت ويتشرفون بذلك، وهذا حقيقة شرف. خدمة الحجاج شرف عظيم وهو أجر وعمل في نفس الوقت، وهذه المسؤولية وروح المسؤولية موجودة لدى الجميع، والكل مهتم بخدمة الحاج وأن يكون الحاج بكل صحة وسلامة وأمن. لذلك تضافرت الجهود وبتوفيق من رب العالمين أولا حقيقة، ثم تعاون جميع فرق الدولة ووزارة الدولة وكوادر بعثة الحج الكويتية وأيضا أصحاب الحملات وأيضا حجاجنا على وعي تام، فتناغمت جميع هذه الجهود وكان موسم حج حقيقة متميز بفضل الله عز وجل. إذن هل سجلت أي ملاحظات من الحملات الكويتية أو يعني أي ملاحظة أو شكوى أو هناك أي تقصير من هنا أو هناك يعني وصل إليكم في الإدارة؟ بحمد الله عز وجل لم تسجل أي حالات، واليوم الفرق موجودة ومتواجدين فيما بين الحجاج، وسنقوم بزيارة الحجاج بعد قليل وتم الاتصال بهم، والحمد لله لم تسجل عندنا أي ملاحظة، وسيتم أيضا العمل إلى آخر يوم، لن بإذن الله عز وجل نتوانى أو نكل أو نمل في خدمة الحجاج، وإنما سنعمل حتى يرجع آخر حاج إلى دولة الكويت. العافية. الأستاذ محمد ناصر العليم نائب رئيس بعثة الحج الكويتية، كما سمعتم تحدث عن حالة الحجاج الكويتيين في مكة المكرمة، ولله الحمد الجميع بخير ولله الحمد، وأدوا معظم مناسك الحج، وهم الآن خلال يومين أو ثلاث أيام سوف يعودون بإذن الله إلى أرض الوطن بعد أداء جميع مناسك الحج لهذا العام. والعودة إليكم في الاستوديو، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير محمد، وشكرا جزيلا لهذه التغطية، وسنكون معك في نشرات لاحقة بإذن الله. شكرا جزيلا. إذن موفد تلفزيون دولة الكويت محمد العجمي من مكة المكرمة.